أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو الصوت الذي يسمعه من تواجد في مشعر منى، حجاج بيت الله الحرام، في هذه الأجواء الروحانية يكبرون الله كثيرا ويحمدونه أكثر على أن من الله عليهم بهذا الحج في هذا العام. حج كامل مكتمل ولله الحمد، جميع الخدمات تقدم، تيسير لهم، خطط تشغيلية، أيضا خطط تنظيمية. في ليالي منى تشعر بالروحانية، نشاهد حجاج بيت الله الحرام في كل مكان في مشعر منى، على منشأة الجمرات أم في مخيماتهم أم في الشوارع التي تملأ مشعر منى. نحمد الله ونشكره ونسأل الله أن يتم عليهم حجهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، وأن يعودوا إلى بلادهم بإذن الله بذنب مغفور وحج مبرور، سالمين غانمين بإذن الله. مشاهدينا الكرام، تحدثنا كثيرا عن تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، تحدثنا كثيرا عن تقديم الوجبات الغذائية، عبوات الماء الباردة التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام في كل مكان، أيضا التنافس فيما بين الحملات الحج في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام فيما يخص التغذية، المشروبات، العصائر، كل ما يحتاج حجاج بيت الله الحرام متواجد لديهم. لكن مشاهدينا الكرام، هذه الأغذية قد يتحدث البعض بأن في بعض الأحيان تكون زائدة وفائضة عن حاجة حجاج بيت الله الحرام. نتساءل أين تذهب؟ هناك جمعيات مخصصة تتعاون مع القطاعات الحكومية، مع القطاعات الأهلية، مع حملات الحج وأيضا حملات العمرة في الاستفادة من هذه النعمة الكبيرة، الأكل والشرب والعصائر، الحلويات، كل ما يخطر على بالكم. هناك جمعيات معينة تقدم خدمة الاستفادة من هذه النعمة في حفظها وتعليبها وتغليفها، وتذهب إلى من يستحقها في سواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. معي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد حربي المطرفي، مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام، وهي إحدى الجمعيات المهتمة بحفظ النعمة والمشاركة في موسم حج هذا العام، وتقدم خدمتها لحجاج بيت الله الحرام وأيضا لجميع المخيمات الموجودة في مشعر منى والمشاعر المقدسة بشكل عام. أهلا بك أستاذ أحمد. حياكم الله. الله يحييكم أستاذ أحمد. يعني أنتم في جمعية إكرام لحفظ الطعام، بداية دعنا نتحدث عن بداية تأسيس هذه الجمعية، متى أسست وكيف أسست؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء، أحب أن أبارك وأهني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده على نجاح هذا الموسم، وأسأل الله أن يجزيهم عنا وعن حجاج بيت الله خير الجزاء. جمعية إكرام لحفظ الطعام هي جمعية متخصصة في حفظ الطعام وطريقة الاستفادة منه وتوزيعه على مستحقينه في مكة المكرمة. أنشأت هذه الجمعية بعام 1438. الجمعية لها جهود ومشاركات مع الجهات الأمنية، مع مؤسسات الإعاشة، مع بعض حجاج الداخل، بحيث أنها طريقة الاستفادة من فائض الطعام الذي يوجد في هذه الجهات، وطريقة الاستفادة منه وتوزيعه على مستحقينه في مكة المكرمة سواء من حجاج أو فقراء في مكة المكرمة. نعم أستاذ أحمد، يعني دعني أبدأ قبل يعني مشاركتكم في موسم هذا الحج. جمعية إكرام ذكرت أنها تأسست عام 1438 بقرار وزاري من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ما هو دوركم في مكة المكرمة؟ يعني هذه الجمعية كما ذكرت أنها في مكة المكرمة. نعم. ما هو دوركم الذي تقومون به؟ وكيف يعني لو تصف لنا الكميات التي تحصلون عليها؟ الجمعية أول ما بدأت بالتأسيس
بدأت بالشراكات مع المنطقة المركزية، فنادق المنطقة المركزية حول الحرم، وقف الملك عبد العزيز، جبل عمر، فندق أنجوم، بعض الفنادق التي تقدم خدمة للمعتمرين والحجاج. بدأت بالتعاقد معهم وطريقة عمل معين، بحيث أن نأتي لجميع الوجبات، إفطار وغداء وعشاء، يأتون الموظفين إلى هذه الفنادق ونأخذ الفائض من هذه الفنادق ونقوم بتغليفه وتوزيعه على مستحقي. كذلك الجمعية لها شراكات مع قصور الأفراح والاستراحات في أيام الأيام العائدية وأيام الإجازات والعطل، نقوم بجمع الفائض من الاستراحات والقاعات، قاعات الأفراح، وطريقة إيصاله للمستحقين بأسرع وقت يعني أنجز أفضل طريقة صحية بمشيئة الله. طيب أستاذ أحمد، يعني مثلا شخص لديه مناسبة، كيف يستطيع التواصل معكم للحصول على الوجبات الفائضة لديه؟ طبعا هنا وضعنا جوالين، جوال موبايل وجوال اتصالات، بحيث أن يسهل علينا التواصل معنا. ما على صاحب المناسبة إلا الاتصال على هذه الجوالات وتحديد وقت المناسبة وتحديد وقت تقديم الطعام، وبمشيئة الله سوف تكون السيارة في هذا الوقت موجودة مع فريق العمل المتخصص بجمع الفائض، معهم أدواتهم الصحية، معهم أدواتهم نقل الأكل، طريقة نقل الأكل، ثم ينتقل الأكل إلى المطعم أو المقر التغليف والتعبئة، ويقوم بفرز آخر ويقوم بتعبئته في أطباق وجبات، ويقوم في بعد كذا نقوم بتوزيع على الأسر في مكة المكرمة، والتوزيع مستمر حتى الصباح، لأن لا يوجد لدينا عمل في تخزين، لأن احنا نتعامل مع الأكل الساخن، والأكل الساخن فيه خطورة حسب استشارات أخصائيين تغذية مع الجمعية، أن الأكل يوصل في خلال ما يقارب من ساعتين إلى 3 ساعات بالكثير يكون عند المستفيد، هو يستفيد منه بمشيئة الله. يعني عمل صراحة عمل جبار وتشكرون عليه. طيب أستاذ أحمد، يعني أنتم في الجمعية أكيد أنه مرت عليكم يعني بعض المواقف الكبيرة، يعني نتحدث عن المواسم، مواسم الأفراح، مواسم المناسبات، أو حتى في داخل الحرم المكي الشريف، يعني هل هناك حادثة معينة يعني كمية ملفتة للنظر مرت عليكم في إحدى المرات؟ نعم، تمر علينا كثير هذه الأشياء، هذه تمر علينا بالأسابيع، يعني ما يتجاوز أسبوع أسبوعين اللي تمر علينا حالة أو حالتين في هذه مثل هذه الأشياء، وذلك تكون بأسباب يعني شخصية أو أسباب يعني عدم تقدير الضيوف وحاجة زي كذا، فتكون يعني وجبات فعلا كبيرة جدا مخيفة جدا، لكن بفضل الله يقوم فريق العمل بجمعها وتوزيعها والمحافظة عليها، والحمد لله الجمعية تقوم بدور الكفاية على المجتمع، لهذا لابد أن ننبه، لأن هذه أعمال يعني من باب حفظ الوطن، من باب حفظ النعمة التي علينا، احنا نعيش في المملكة العربية السعودية، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، وواجب علينا كواجب ديني أو واجب وطني أن نحافظ على هذه النعمة، فهذه الجمعية تقوم بدور الكفاية عن الجميع، وتقوم بالمحافظة على هذا الأكل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم وقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فنخشى أن يعني يسير في هذه النعمة كفر، فهذه لن تعود إلى أي بلد، من كفر بهذه النعمة سوف تزول هذه النعمة ولن ترجع لهذا البلد، لكن هذه الجمعية أخذت على عاتقها أن تقوم بدور الكفاية على المجتمع، وأن تقوم بحفظ هذا الطعام، وأن تقوم بإيصاله على مستحقه بمشيئة الله. طيب أستاذ أحمد، دوركم، نأتي الآن إلى دور الجمعية في موسم الحج، دعني أسألك عن أبرز الشراكات لديكم في هذا الموسم بالذات 1440، وكيف تنسقون مع الجهات المعنية من أجل يعني أن يكون عملكم يتم بسهولة ويسر، وأيضا كما ذكرت أنه عامل الوقت مهم جدا لديكم. نعم، الحمد لله، يعني تم تنسيق بيننا وبين المجلس التنسيقي لحجاج الداخل،
وعمل اتفاقية، مذكرة اتفاقية، وكانت بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، كان دشنها صاحب السمو، دشن هذه الاتفاقية. ومن شهر 7 وحنا نعمل في جد واجتهاد ما بيننا وبين المجلس التنسيقي، تعلم أن حجاج الداخل من الحجاج التي يعني تقدم من البوفيهات والطعام للحجاج، وهذا واجب عليهم. فصار تنسيق بيننا وبينهم بعمل اتفاقية أن يكون في موظفين من جمعية إكرام يكون موظفين في هذه الحملات. جميل. يقومون دورهم دور أي جهة، تفويج خدمات، حنا دورنا حفظ الطعام، فنقوم بجمع الفائض من هذه الحملات وتغليفه وتعبيته وإيصاله إلى مستحقيه. والحمد لله تم التعاقد مع 45 شركة ومؤسسة من حجاج الداخل. جميل. يعني تجاوزت مئات الألوف تقريبا عدد حجاجهم. ما شاء الله تبارك الله. نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني هذا دور كبير، يعني لو تعطيني يعني زمن تقريبي، يعني مثلا وجبة الغداء في المخيمات كم يستغرق الوقت لديكم من بعد الانتهاء من الوصول إلى الموقع إلى أن تصل إلى مستحقيها؟ طبعا احنا خصصنا موظفين من الجمعيه يكونون في هذه الحمله. جميل. حتى يسهل، تعرفون كما تعرف ويعرف المشاهد ان تحركات في ميناء صعبة جدا ومشاعر جدا، فاحنا وضعنا 3-2 موظفين حسب عدد الحجاج، بحيث ان يكون هذا عملهم انهم يقومون بتغليف الوجبات الغير ملموسه وايصالها للمستحقين بسرعه. هذا اول دور. طبعا المحتاج موجود، المخيمات كما نعلم في مخيمات في ميناء في حاجة، في بعض الحملات في حاجة، نقوم بإيصالها إليهم وتقديمهم بأسرع وقت ممكن. جميل. أستاذ أحمد، يعني الآن بعد عمل هذه الشركات وهذا العمل، نحن الآن في يوم 11 من ذي الحجة، لو تعطينا عن أبرز الإحصائيات لديكم في هذا الموسم. نرجع لسؤالك الأول الذي ذكرت الاتفاقيات أو الشراكات. احنا عملنا اتفاقية مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة المكرمة. جميل. بحيث أن نقوم بجمع الفائض من مشعر عرفات ومشعر مشعر مزدلفة بعد خروج الحجاج ووصولهم إلى ميناء، فيقوم فريق العمل بجمع العبوات الماء وجمع الوجبات من الطرقات، لأن بعض الحجاج هداهم الله يأخذ كميات كبيرة. صحيح. من المتبرعين وفاعلي الخير يأخذ كميات كبيرة وهو في طريقه تشق عليها حملها، فيضعها ويأخذ وجبة أو وجبتين ويترك باقي الوجبات في الطريق. فهذا دور الجمعية الآن، دور الجمعية أن ندخل الآن ونجمع هذه الوجبات ونجمع هذا الماء ونجمع هذه العبوات من عصير ولبن ووجبات وتخزينها في مستودعات وثلاجات مركزية لدى الجمعية وتقديمها بعد النفرة إلى الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة. جزاهم الله خير على هذا التنسيق والجهد، مع التنسيق كذلك مع الأمن العام، جزاهم الله خير هذه السنة سهلونا مهمة كبيرة جدا في عملية تحقيق أهدافنا. عندنا أهداف يجب أن نحققها، احنا نتعامل مع الطعام فيجب عملية السرعة، عملية التحرك، عملية كذا. فجزاهم الله خير الأمن العام سهل لنا هذه المهمة في التحركات في المشاعر المقدسة. أما مسألة الإحصائيات فأضرب لك إحصائية العام الماضي. العام الماضي تم شراكة مع 8 حملات حجاج داخل كتجربة. جمعنا منها ما يقارب عدد، يعني ممكن المشاهد يقول 46,000 وجبة من 8 حملات فقط. ما شاء الله. جمعناها. هذا العام اشتركنا مع 45 حملة تقريبا. إلى الآن وأنا جاي للاستوديو الآن الإحصائية إلى الآن وصلت حوالي 80,000 وجبة فقط من حملات الحجاج الداخل. ما أتكلم عن المشعر، مشعر عرفة ومشعر مزدلفة، أتكلم عن حجاج الداخل فقط لا غير. في ميناء ومزدلفة وعرفة احنا تنقلنا معاهم، موظفيني يتنقلون معاهم، جميع المشاعر يتنقلون معاهم، مع الحجاج يتنقل. جميل. تخيل في هذه الأيام إلى اليوم 80,000 وجبة وشو. عدد كبير جدا من 45 حملة. عبوات الماء التي جمعناها من عرفة إلى أمس تقريبا وصل عندنا ما يقارب 500,000 عبوة وصلت مستودعاتنا، هذه من فايض مشعر عرفة بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة. إلى الآن في تحركات وفي برادات مقفلة وفي أشياء نستلمها الآن من المشاعر ونوصلها إلى المستودعات بحيث أن نقوم بعد كذا إيصالها إلى مستحقيها بمشيئة الله. العام الماضي الجمعية استطاعت أن تحافظ على 1,500,000 وجبة. ما
ما شاء الله في عام كامل. عدد كبير. نعم. إمكانيات الجمعية الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، الجمعية تمتلك الآن تمتلك ما يقارب 39 سيارة تتحرك في مكة وتجوب مكة ليل نهار وتجوب المشاعر ليل نهار. أسأل الله الكريم أن يجزي خير من تبرع وخير من ساهم وخير من دعا. حنا نحتاج الدعاء ونحتاج التبرع ونحتاج كذلك الوقوف معنا والمؤازرة، لأن نقوم بدور والجمعية تقوم بدور كبير جدا وتحفظ هذه النعمة. أسأل الله أن يحفظ بلادنا. صراحة أستاذ أحمد، يعني هذا العمل اللي تقومون فيه صراحة يعني عمل كبير جدا. هذه الأعداد والأرقام التي ذكرت يعني أرقام على قد ما نقول أنها أرقام جميلة، ولكنها أرقام مخيفة من هدر النعم. طيب أستاذ أحمد، يعني هذه الجهود الكبيرة التي تقومون فيها، الأعداد الضخمة من الوجبات، كم عدد العاملين لديكم؟ الجمعية في طوال العام تحت إدارتها تقريبا 70 موظف وعامل. في موسم رمضان والحج تختلف، لأن هذه موسمين في مكة لا تتكرر ولا تكون في غير مكة المكرمة. صحيح. في سنتنا هذا 40 في رمضان هذه السنة تقريبا عدد المشاركين معنا تجاوزوا 250 ما بين متطوع وموظف. نزلوا ساحات الحرم، سوينا شراكة مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين جزاهم الله خير، ولجنة السقاية والرفادة وبعض الجمعيات الخيرية التي تقدم الطعام في إفطار صائم. ونزل فريق العمل حوالي 250 أو 300 ما بين متطوع ومتطوعة وموظف في ساحات الحرم وفي المنطقة المركزية، ولله الحمد جمعنا ما يقارب في موسم رمضان فقط حوالي ما يقارب 300 ألف وجبة، يعني معدل 10,000 وجبة يوميا نجمعها. الجميل أن الجمعية نهجت نهج جيد بسبب يعني حنكة وإدارة الجمعية ومجلس الإدارة في الجمعية، أننا الطعام الذي نأخذه من إفطار صائم في رمضان نقدمه إفطار صائم في اليوم الثاني، لأننا حنا نأخذ عبارة عن كروسون، عبارة عن كيك، عبارة عن تمر مغلفة تستطيع أن يعني تخزنها أو تضعها في مكان آمن لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ما فيها خوف. فنهجت سياسة الجمعية أن نحقق هدف المتبرع الأول، هدف المتبرع اللي هو إفطار صائم. إفطار صائم. فحاولنا أن نجمع هذا من الساحات الحرم ونخزنه عندنا في الثلاجات، ثاني يوم نوزعه على المساجد مكة كإفطار صائم بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة. طيب أستاذ أحمد، يعني شيء جميل أن يكون يعني باب التطوع مفتوح لديكم في الجمعية. ما أدري عن الدور التوعوي، يعني اللي تقومون فيه هو دور كبير في حفظ النعمة. تدخلون إلى مناطق مثلا قاعات الأفراح، الاستراحات، إلى مخيمات الحجاج في موسم الحج، أيضا في موسم العمرة في رمضان لكم تواجد كبير في الحرم. الدور التوعوي والرسائل التي ترسلونها في هذا الخصوص. من أهداف الجمعية التوعية مهمة جدا. قبل أن نجمع الطعام لازم يكون في توعية، فمن هذا الهدف صار في شراكة بيننا وبين تعليم منطقة مكة المكرمة وتوقيع اتفاقية مذكرة اتفاقية، بحيث أن عملنا معرض متنقل. أولا نقوم بالمدارس، زيارة في المدارس في وقت الفسحة، نقوم بترشيد الطلاب، بمشاهدة الطلاب من الكميات التي تهدر والكميات التي استطعنا أن نحافظ عليها ونوعيهم لكي يكونوا سفراء في بيوتهم، وهذا هو الهدف. استهدفنا الطلاب لأن الطالب هو سفير في بيته. فتبدأ جمعية إكرام، هي جمعية أنا وأنت جمعية إكرام، وكل طالب وكل طالبة هو جمعية إكرام، فمن البيت هو يبدأ. صحيح. فصارت شراكة بينه وبين التعليم، وتم زيارة ما يقارب 25 مدرسة في مكة المكرمة وتوعيتهم، وكذلك أخذنا من الطلاب متطوعين هم يجمعون هذا الفائض ويقومون بتغليفه وتوزيعه على المستحقين، بحيث أن يكون المتطوع هو يلامس هذا العمل. دورنا في الحج كما ذكرت أول أن في تنسيق بيننا وبين اللجنة التنسيقية لحجاج الداخل بعمل شراكة، من هذه الأهداف البنود هي التوعية، توعية الحاج، فهي فرصة كبيرة. لا تستطيع أن توعي مئات الألوف في
في مثل هذا المكان. صحيح. فهم الآن جايين في مكة ومقبلين وحاجين وملبين وقلوبهم منكسرة، يعني هم سهل عملية إيصال المعلومة لهم. صحيح. فتم زيارة بعض الحملات حجاج الداخل بالتنسيق معهم وطرح طريقة جمع الفائض، كميات الفائض، توعية الحجاج أنه يأخذ بقدر حاجته، يأخذ ما يستطيع بحيث أن لا يأخذ الحاج أكثر من حاجته فالأخير يكون مآله إلى الدرام ويكون فيه يمكن سبب في وزر عليه في هذه الأمور. صحيح. إذن الأستاذ أحمد حربي المطرفي مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام، نسأل الله أن الله يكتب لكم الأجر في ما تقومون فيه. آمين. وما تقوم به صراحة هو عمل كبير جدا، وكما ذكرت أنت هو عبارة عن كفاية عن المجتمع. شكرا جزيلا لكم. شكرا. وكتب الله أجركم ولكم منا الدعوات بالتوفيق بإذن الله. بارك الله فيكم.